مرحبا بكم. في اليوم 53 من الغزو الروسي لأوكرانيا ومع التصعيد الذي تشهده عدة مدن أوكرانية خاصة في شرقي البلاد، أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث استهدف قصف صاروخي روسي البنية التحتية بمنطقة بروفاري قرب العاصمة كييف. هذا وأعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية ألكسندر شبوتون أن القوات الروسية تركز جهودها للاستيلاء على مدن ماريوبول وبوباسنا وروبيجني. من جهتها ذكرت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا تستقدم وحدات جديدة من قواتها في بيلاروسيا إلى شرق أوكرانيا، وتنشر قوات جديدة حول منطقتي خاركييف وسفير دونيتسك. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.